نروح لنادي الزهور وحكاوي السياسة. النائب أشرف رشاد زعيم الأغلبية في مجلس النواب، وأيضا كان حاضر أيضا مهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي الزهور مع النائب أشرف رشاد وعدد من السادة نواب البرلمان عن حزب مستقبل وطن. ماذا عن حكاوي السياسة وما بين الرياضة والسياسة؟ إيه اللي حصل في هذه النادي؟ ونتابع ماذا قال النائب أشرف رشاد وأيضا المهندس هشام حطب. أقيم حفل توقيع وندوة ومناقشة كتاب حكاوي السياسة للمهندس أشرف رشاد عضو مجلس النواب والنائب الأول لحزب مستقبل وطن، حيث يتناول الكتاب العديد من الجوانب السياسية المختلفة. وأكد المهندس أشرف رشاد أنه قد قام بكتابة هذا الكتاب كممارس للسياسة وليس كدارس. الكتاب عبارة عن مجموعة من المقالات المختلفة اللي بتتحدث في السياسة بشكل مختلف. يمكن النهاردة اللي بنقوله ان الكتاب مفهوش افعل ولا تفعل، مفهوش نوع من انواع الروشتة اللي ممكن تعملها عشان تبقى سياسي ناجح او الى غير ذلك، لكن الكتاب هو عبارة عن مجموعة من المصابيح اللي ممكن تنور لك الطريق في اي طريق انت ماشي بيه، سواء في مجال اي مجال مختلف في مجالات السياسة. يمكن بنرفض في الكتاب فكرة ان السياسة هي فكرة الانتخابات النيابية او البرلمانية، السياسة اكبر من كده بكتير. السياسة زي ما قلت ذهابك للسوق سياسة، معاملتك في البيت سياسة، تعاملك مع اصدقائك سياسة، ادارتك لشركتك سياسة. السياسة مصطلح كبير جدا، وده اللي حاولنا ان احنا نتكلم عليه في الكتاب بشكل مختلف. يمكن تحدثنا كمان عن اهم انواع الشخصيات السياسية وازاي الشخصية تقدر تدير او تقدر تتعامل مع هم اعلى منها واقل منها وما هم في مستواها، ودي نقط مهمة جدا ركزنا عليها في الكتاب من خلال مجموعة من المقالات المختلفة. طبعا يعني احنا زي ما حضرتك قلت السياسة في السياسة لا تتدخل في الرياضة، انما الرياضة في داخلها، الرياضة في داخلها موجود فيها سياسة، موجود فيها سياسة، موجود فيها الخطوات المنظمة، الخطوات المنظمة لكل حاجة، دي سياسات عامة، حاجات كتير جدا جدا. مش عايزين احنا لا ندخل السياسة في الرياضة، انما لا ندخل السياسة، انما الرياضة اذا احتوت على موضوع سياسية ايجابية دي حاجة كويسة جدا جدا جدا. الحقيقة احنا حضرنا حفل التوقيع بتاع المهندس اشرف اللي كان موجود في معرض الكتاب، وحضرنا المناقشة اللي احنا سمعناها، كان بوجود طبعا السادة النواب ووزير الشباب والرياضة دكتور أشرف وقادة الرياضة يعتبر وقادة السياسة. لما سمعنا الكتاب هو زي ما المهندس أشرف قال، هو مش مادة علمية على قد ما هو نبذة أو حكاوي سياسية عن ممارسة ازاي السياسة. فكرة جديدة خالص، وده يعني أنا بعتبره مرجع لأي حد يقرأ، والمفروض ده فعلا يعمم على كل دارسين، يعني طلبة من ابتدائي لحد ثانوي لحد الجامعة، عشان ده يبقى مرجع للطلاب ده عشان خاطر ازاي السياسة بتدار وبتتم. يعني أول مرة يبقى في اللقاء، هو قال أنا كنت في معرض الكتاب مش عارف أوصل، قاعد أتكلم مع ناس كتير. الدكتور محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور أتاح الفرصة بقى للناس كلها إن هي تقعد تتكلم وتتناقش معاه، ويبقى في حوار ما بين السياسة وما بين أعضاء النادي وما بين كل كافة النواب اللي موجودين احتراما ليهم كلهم. سيف محمود لبرنامج على مسؤوليتي.